سؤالنا الأخير يقول: هناك بعض الفقهاء يحلون تعاطي حبوب منع الحمل للسيدات، وأيضا بعض الأطباء، هل هم على حق فيما يدعونه؟ أرجو الإيضاح في ذلك. لا أظن أن أحدا من الفقهاء يحلون تعاطي حبوب منع الحمل إلا بمبرر شرعي، لأن كانت مثلا المرأة لا تتحمل الحمل لأن في ذلك خطرا على حياتها وخطرا على بقائها، ففي هذه الحالة تأخذ حبوب منع الحمل لأنها أصبحت غير صالحة للحمل، ولأن الحمل يقضي على حياتها، ففي هذه الحالة لا بأس بالضرورة. وكذلك تعاطي حبوب منع الحمل أو تأخير الحمل بالأصح لفترة بسبب عارض، كأن تكون المرأة في حالة مرض أو تكاثر عليها الولادة ولا تستطيع تغذية الأطفال فتأخذ حبوبا تؤخر عليها الحمل بحيث تتفرغ لاستقبال الحمل الجديد بعد أن تنتهي من الحمل الأول، في هذه الحالة لا بأس بذلك. أما أن تؤخذ حبوب منع الحمل من غير مبرر شرعي، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن الحمل مطلوب في الإسلام والذرية مطلوبة في الإسلام. فإذا كان أخذ الحبوب فرارا من الذرية ولأجل تحديد النسل كما يقوله أعداء الإسلام، لأجل تحديد النسل من غير مبرر، فهذا حرام ولا أحد يقول به من الفقهاء المعتبرين. وأما أهل الطب فقد يقولون هذا لأنهم جهال بأحكام الشريعة. نعم، بارك الله فيكم.